معي من القاهرة نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد نبيل. إذا مقابر جماعية، تدريبات طائفية لتجهيزية قبل زجهم بالمعارك معهم مع الحوثيين للسجناء، لدورات، معلومات إضافية لو سمحت، ما توفر لديكم إن كان من أعداد، طبعا نعرف بأن ستكون طبعا تقريبية، أو أي إضافات فيما يتعلق بممارسات وانتهاكات الحوثي في اليمن؟ أولا مساء الخير لكم جميعا والأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. فيما يخص الموضوع، موضوع التقرير الذي أعلنتموه قبل قليل، أولا هذه الميليشيات الإيرانية في اليمن تترنح بالفعل في الأيام الأخيرة، وخصوصا بعد ديسمبر 2017 حتى الآن، يعني طيلة الشهرين الماضيين تكبدت الميليشيات خسائر جمة، وخصوصا مع انفتاح الجبهات في كافة المناطق، سواء في صعدة والجوف والبيضاء وتعز وجبهة الساحل الغربي وصولا إلى حجة ومناطق ميدي وغيرها. هكذا تكون هذه الميليشيات تخوض معارك في كافة الجبهات، تخسر فيها أعداد كبيرة من المقاتلين، بالإضافة للانسحابات الكبيرة التي حدثت في أكثر من جبهة من خلال تسليم بعض العناصر التي قاموا بتجنيدها، تسليم أنفسهم إلى قوات الحكومة الشرعية والجيش الوطني. وبالتالي هذه الحالة المتواصلة تنبئ عن أن لحظة تحرير المناطق التي تحت أيدي هذه الميليشيات قد اقتربت، وخصوصا مع حالة متواصلة عبر، يعني لمن يتابع القنوات التلفزيونية للميليشيات التي أضحت لا تتحدث إلا عن القتلى والجرحى لهذه. وأخيرا طبعا كانت آخر منجزاتهم عمليات الافتتاح الرسمي للمقابر من خلال ما قدموه في مشاهد متتالية لفتح مقابر وتوزيع صور هؤلاء القتلى. إضافة إلى هذا، وغير وضع على الأرض سيد نبيل، من خلال عمليات التوثيق التي تقومون بها، هل من جديد فيما يتعلق بممارساتهم وانتهاكاتهم، خاصة إذا ما قررنا بالانتهاكات السابقة؟ هل نتحدث عن تصعيد حتى بطرق الجرائم التي ترتكب في هذه الفترة بعد وضعهم، الوضع الذي وصلوا إليه على الأرض؟ هم وصلوا إلى حالة هستيرية و حالة جنونية في التعامل مع أعمال القصف العشوائي على المناطق المدنية كما يحدث في تعز. يقومون بعملية قصف مباشر على مناطق آهلة بالسكان، أصبحوا الآن يحاولون أن يعني يصلوا إلى حال يعني أكبر عدد ممكن من المدنيين، وكأنها حرب انتقامية ضد مواطنين عزل. الشيء الآخر أن الميليشيات الآن، يعني لو راجعنا تقاريرنا الحقوقية، تقول مثلا أن عدد القتلى من المدنيين من خلال القصف المباشر على المدنيين وصل خلال الثلاث سنوات الماضية إلى أكثر من، يعني هناك قرابة 15,000 مواطن، بين 15,000 من الشهداء، بالإضافة إلى قرابة 30,000 جريح. هذه الأرقام يعني تقريبا نتحدث في دائرة، نعم، مداها 45,000 ما بين قتيل وجريح، هنا بينهم على الأقل 5,000 طفل، بالإضافة إلى أنهم خلقوا حالة من الحالة وبائية ومرضية داخل المناطق التي يسيطرون عليها، بحيث أصبحت التقارير الدولية تتحدث عن أن هناك طفل كل 10 دقائق يموت بسبب الحالة المرضية أو حالات الجوع والفقر. هذه هي أهم الإحصائيات التي تصلنا. هناك حالة هستيرية في عملية إلقاء القبض والاعتقال للمواطنين، حيث وصل يعني لدينا من تم اعتقالهم أو احتجازهم أو إخفاؤهم، هناك أكثر من 25,000 خلال الثلاث سنوات. والآن فيما يتعلق بالمناطق التي تنتشر فيها الأمراض،
ما الرقم الذي قلته سيد ماجد سيد نبيل؟ بالنسبة للأطفال، التقارير الأمم المتحدة تتحدث عن طفل كل 10 سنوات يقضي بسبب الأمراض أو بسبب الجوع. كل طفل كل 10 دقائق. كل 10 دقائق. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات. من القاهرة سيد نبيل عبد الحفيظ ماجد، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، شكرا.